الله واستقبالي في حصة جديدة من حصص الرياضيات. يوم الخميس بأحد التدريب واحد صفحة 141 على أثر تعديل البيانات على مقاييس النزعة المركزية. قلنا أن مقاييس النزعة المركزية هي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. إذن مقاييس النزعة المركزية هي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. قلنا أثر التعديل بعطيك أنا قاعدة وبتكتب عليها وبتطبق عليها الوسط المقياس النزعة المركزية الأساسي وبيطلع عندي بعد التعديل. يعني خلونا نشوف تدريب واحد صفحة 141. بدي أحل منه اليوم المتوسط الحسابي فقط. بتمنى تفتحوا دفاتركم معي وتفتحوا كتبكم وتتابعوا معي. كيلك إذا كانت رواتب 5 موظفين، إذا عندي 5 موظفين، إيش رواتبهم؟ واحد بياخذ 220، واحد بياخذ 200، واحد بياخذ 300، واحد بياخذ 180، في واحد بياخذ راتب 400. وعد هذه الرواتب حسب القاعدة. قرر مدير الشركة يا مس يعدل هاي الرواتب، بده يعدل الرواتب. حكينا إذا بدي أعدل أي مقياس النزعة المركزية لازم أعدله قاعدة معينة. عدله حسب القاعدة عين تساوي، هاي مهمة جدا، هاي القاعدة. إذا القاعدة عندي عين تساوي 2 لام ناقص 50، حيث عين الراتب بعد التعديل. يعني أنا بدي أوجد قيمة عين، عين هو الراتب بعد التعديل، لام الراتب قبل التعديل. إذا عين أنا بدي أوجدها، بدي أشوف لام الراتب قبل التعديل. أول إشي أنا بدي أحسبه، بحكي بدي أوجد المتوسط الحسابي بعد التعديل. طيب بدي أوجد بعد التعديل، خليني أوجد المتوسط الحسابي قبل التعديل. قبل التعديل، قبل التعديل إيش كانت رواتبهم؟ هاي رواتبهم، كيف بدي أحسبها؟ حكينا سين هاي متوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها، مجموع القيم على عددها وتساوي، خلينا نجمع مع بعض، عندي 220، عندي عفوا 200، و 200، عندي 300 180 و400، بدي أجمعهم 0 2 8 10 0 1 مليار، 2 3 4 5 8 9 9 و4 13. إذا مجموع القيم 100 1300. هلا بدي أحكي 1300 تقسيم العدد، عددهم كم؟ 5 موظفين على 5. خلونا نقسم مع بعض على 5. الواحد ما فيها 13 فيها 2، 2 ضرب 5 10، وبطرح 0، 3 بنزل 0، 30 فيها 6، 6 ضرب 5 30، 0 0، عندي 0 بحط 0 هون، 0 0 عندي النوت. طيب إذا المتوسط الحسابي، المتوسط الحسابي قبل التعديل، المتوسط الحسابي قبل
هذا التعديل. هلا بدي اوجد المتوسط الحسابي بعد التعديل. المتوسط الحسابي بعد التعديل. ايش القاعدة؟ حسب القاعدة عين تساوي 2 زائد 50. عين اللي بدي اوجدها، عين كم تساوي؟ لام عندي، لام تساوي 260. حكينا لام المتوسط الحسابي قبل التعديل، يعني 2 ضرب 260 زائد 50. 2 ضرب 260، 260 هي 260 ضرب 2 صفر 12 5، يعني 520 زائد 50 ويساوي 520 زائد 50 570. إذا المتوسط الحسابي بعد التعديل، يساوي 570 دينار. إذا يا مس مجموع طلعت المتوسط الحسابي قبل التعديل، وبعدين طلعته بعد التعديل وفق القاعدة عين تساوي 2 لام ناقص 50، أو عفوا عندي هون ناقص 50 القاعدة، ناقص 50. تبقوا يا مس ناقص 50، يعني عندي هون ناقص 50، خلينا نطرحها، عندي 520 ناقص 50 صفر، هاي تصير 12 وهاي 4، هاي 7 و4، يعني يساوي 470 بعد التعديل. انتبهوا يا بس القاعدة عندي ناقص 50 وليس زائد 50. لهون انتهي حصتنا اليوم. بتمنى يا مس تحلوا هذا التدريب كثير منيح، تتدربوا عليه. يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تبعتوا لي على المنصه بعد ما تحضروا الفيديو تماما.